خطر يعني تفاوت المنظومه الصحيه وامكانياتها. هذه توا نجم نقولوا ما وصلناش للخطر هذاك، لكن لازمنا نحضر. احنا حضرنا من اصلنا استراتيجيات، حضرنا بروتوكولات حتى نتفادى لما يجيو وافدين حاملين الفيروس ان يتفشى الفيروس. الاشكال الكبير عدم تطبيق الاجراءات والبروتوكولات. لكن علاش في الاجتماع مع سيد رئيس الحكومه كان الحاح كبير على تطبيق البروتوكولات، وباش يقع معنا تذكيرهم بالنسبه للادارات الكل، بالنسبه للمقاهي، للمطاعم، للمساجد، الكل اللي خدمنا مع الناس الكل وحضرنا لهم بروتوكولات لازم يطبقوا. كذلك الاجراءات العامه لازم نرجعوا للتباعد للكمامات حتى لا نتعداو منطقه الخطر. انتم درستم الوضع الصحي والوضع العام للبلاد، كما تفضلت دكتور قلت سي حلينا الحدود ومش ممكن اليوم نعاودوا نسكروا. الوضع العام في البلاد تسيب كما نقولوها بلغتنا العامة، يعني اليوم تحب ترجع بروتوكولات صحية صارمة، هل تراه من الممكن ومن المجدي اليوم أنه نرجع لهل الحالة الصارمة والحازمة فيما يخص مع التوقي من فيروس الكورونا؟ تباعد الجسدي مازال ممكن في تونس؟ فرض الكمامات ولا الماسك مازال ممكن اليوم؟ والله الحقيقة ليش صار إجراءات سهلة ما فيها حتى شيء، وقت باش تصف بعد 100 واحد قدام ما فيش حتى اشكال. كي انت باش تدخل لدار تشوف عباد باش تلبس كمامه، فما بعض البلدان يلبسوا فيهم ديما بالكوفيد ولا من غير كوفيد، فهمت؟ معناها احترام التباعد في الجلوس في المقاهي في مش حاجه كبيره، مش حاجه باش غسل الايدي ديما. اجراءات سهله وهي تخلينا نتفاداو وضعيه صعبه جدا كما نشوف في البلدان المجاوره، اللي ناس وقدام السبيطارات ما يدخلهمش.